اسمح لي يعني خليني اقول انه فكره المنتخبات نوعا ما، يعني انت برضو تصحح لي، يعني الراجل هيشتغل على ده امتى؟ يعني ما يمكن ده جزء من طريقه او ثقافه اللاعب المصري. هو الراجل بيتجمع اللعيبه او بيختار اللعيبه اللي عندها قدره انها تنفذ، هو شايف فيها ان اللعيبه دي عندها قدره انها تنفذ اللي انا عايز اعمله في الملعب. هقف عندي دي بقى، معلش اتفضل. يعني لسه هشتغل مع اللعيبه الاول. اللعيبه عندها ايه؟ عندها ايه؟ عندها القدره. يبقى انا اختياراتي للي تقدر يطبق الفكر بتاعي يا احمد. ما هو دي مشكله. يعني بص، انت عندك ما راجل مختار احسن عناصر. ما انا لسه هقول لك اهو، ما انت عندك منتخب مصر عندي كام لعيب؟ 1000 لعيب بختار وبيتفرج. يعني راجل اتفرج على كل الماتشات منهم دلوقتي. البنك الاهلي فيه كام 8 فرق من الدوري ما فيهم لعيبه دوليه دلوقتي، ودي من فتره كبيره ما حصلتش. يمكن دي التغيير الوحيد اللي في منتخب مصر. يعني الاهلي من ايام كابتن جوهري بالظبط، مفيش مدير فني، مفيش بياخد تولى المنتخب. كان 4 أندية او 5 أندية كتير قوي. وسع قاعده الاختيار كده. فانا بختار اللي يقدر ينفذ لي الكلام ده. انا بيبقى في وحده اساسيه بالنسبه لي، ان انا ازاي قبل ما 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 ما, ما يعني اباص كوره افكر والعب وان تاتش. لازم يبقى في وحده بالشكل دوت. شكلنا يا احمد كده، معلش، لما تيجي تلعب فرقه تقيله وفرقه بتلعب لعب سريع، احنا هقول لك حاجه. مصر كلها، اي حد بيلعب كونفدراليه، بيلعب افريقيه، بيلعب تصفيات، اي شكل، انت اول حاجه بتفكر فيها ايه؟ احنا بطء قوي، اللي هيلعب على الحته دي هيبقى عندنا بالنسبه لنا مشكله. فلازم ده التغيير ده لازم يبقى موجود دلوقتي واضح عندنا. بقول لك حتى مع فرق قليله ان احنا بطاء. طب يعني دي انا جهل على الجهاز طبعا. مع الوضع في الاعتبار ان انا انا بشوف، انا 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 بقيم، انا عندي قاعده اختيارات كبيره جدا 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 دلوقتي، ما فيش مشكله بالنسبه لي. لكن انا كمنتخب مصر فين بصمتي وفين شكلي وفين ادائي وفين الطريقه اللي خلاص لازم احفظ بقى المشكله. ده انا اوقف ساعه على جمله اعملها لو قررت صح وتنفذت بسرعه انت تكسب بيها. زي احمد سوري، معلش بدون قطعك كلامك، لا اتفضل. زي الكرات الثابته. تفتكر في بوركينا فاسو لما كابتن جوهري عمل فاول بين طارق وبين حازم وبين حسام حسن؟ أيوه. كلنا قلنا متمرنين عليه. هل يعقل، معلش بقى لازم دي توصل كويس قوي للناس، هل يعقل ان الكره دي اتعملت مره واحده، اتعملت بايزاوي كده مره واحده وخلاص؟ لا طبعا. ده اتعملت 50 مرة عشان تتعمل بالاتقان ده. ايوه صحيح. يبقى نفس القصه بالنسبه لي. يبقى انا الجمله اللي اشتغل عليها من تحت لغايه ما اوصل فوق يبقى في اتقان، في تكرار، في صرامه. انت اللي موقفك هنا ايه؟ لا انت تقف هنا، انت تتحرك كده، انت ما تجيش هنا، انت تروح هنا. دلوقتي حتى الجول اللي دخل فينا فين 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 زي ما بنتكلم، نقول المدافع في الاول اول حاجه ليه ما يستلمش، المهاجم ما يستلمش، وان استلم ما يلفش وان لف ما يلعبش، وان لعب يعمل فاول. ده الف ب كوره يا احمد، الف ب كوره. الراجل بيستلم وبيعدي وبيبص وجول، واتعملت تاني مره هوش واحده وعدى وكان ممكن يجي جول. الجول ده دخل، اتعمل الثالث ورابع، اتعملت مره ثانيه. نفس القصه على 18 شالها الكره التفتيت الثاني، الكره دي اللي ضاعت. ده يعتبر ده انفراد. ده هوش عدى وقع على الارض عملها الشناوي شالها. ايوه. فالكلام ده اساسي الف ب. يبقى في تدريبات تخصصيه.